كات بدي انجليز بالكات صح؟ طبعا راح اروح هنا اغير الشانل واخليها شورت تكست. طبعا شورت تكست محتاج تصور بس توجه. الان مسكت البطاقه قدام وجهت. اول شيء اقربها من الكاميرا مره بدل ابدا ابعد ابعد ابعد. اوكي بما انها بطاقتي في حده فيك شوي رجال. اكثر شيء عجبني بالجهاز امانه انه سهوله التنقل بين المحتوى داخل الكتاب. تعرفون احيانا نقرا كتاب فجاه معلق الناطق وطق لعيد لك من الاول. بين ال 15 بين ال 20 فانت اصلا ما حتى ما تقدر تقدر الوقت بالضبط. واذا تبغى تستخدم ساعه ناطقه احيانا تكون بالجامعه بكلاس عندك طلاب او طالب عندك دكتور في الجامعه صعب انك تكتب شويه شيك على الوقت وتسمع نبت محمد معك. فهذه نزلت الساعه تعتبر اول ساعه برايم للمكفوفين. موجوده الان معي كاختبار وقاعدين نعدل عليها. طبعا فكرتها انه تعلمك الوقت. شوف هذا الشحن تلاحظ ناقصه هنا مو كامله. الشحن ناقص شوي. أيوة. هنا كامل فتحسه ناقص. العداد حق الشحن ناقص. أيوة. يعني فيزيائي شكلي. التجربة هي مربوطة بالايفون معك؟ هي مربوطة اي مربوطة بالايفون موجودة اي. الساعة فيها مؤقت بحيث انك مثلا تحط تخليها تحسب لك والله 10 ثواني او 10 دقائق بعدين تهز في يدك عشان تعرف ان الاعداد خلص مثلا. اللي يميز البلاي زيتي من هالناحية ناحية التحديث انك تقدر تحدد نص في الكتاب. ايوه بمعنى تسوي له تحديد يقول لك يلا حدد النص الان اللي تبغاه. مثلا الكتاب ادبي وفي قصيده، القصيده هذه عليك 7 ابيات منها حفظ.